بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة السابقة في حديثه عن الزكاة، وقفنا على قوله باب زكاة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة أصناف. الصنف الأول النقدان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الصنف الثالث عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع. والصنف الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. بدأ المصنف ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لأنها غالب أموال العرب. غالب أموال العرب هي المواشي، الإبل والغنم عند العرب، وأما البقر لم تكن معروفة عند العرب، وإنما لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بين له زكاة البقر، لأن غالب أموال أهل اليمن من البقر. بدأ هنا بزكاة الإبل. نعم. قال رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم. نعم. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. نعم، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام التي يحل أكلها شرب ألبانها. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أما بقية البهائم فإنها لا تجب فيها الزكاة، كالحمير والخيل والبغال، إلا إذا كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فإنها تكون عروض تجارة. فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرطين. الشرط الأول أن تبلغ النصاب. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر. والسوم هو الرعي، وذلك بأن ترعى من المباح أكثر الحول أو كل الحول، فإن كان يعلفها فإنها لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة. إذا كان يعلفها أكثر الحول أو نصف الحول، إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنها لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة. نعم. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة.
نعم، نصاب الإبل أصغر نصاب 25، أو نبدأ من الأصغر. أصغر نصاب للإبل 5، وفيها شاة. الخمس فيها شاة وفي العشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 من الإبل 4 شياه. فإذا بلغت 25 انتقل الواجب إلى الإبل. ففيها بنت مخاض. نعم. فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، سميت بنت المخاض لأن أمها تكون قد حملت بأختها. والماخض الحامل. نعم. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 50 شاة. نعم. وفي 36 بنت لبون. ويجب في 36 من الإبل بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن، فسميت بنت لبون. نعم، يعني ما تم لها سنتان. نعم. وفي 46 حقة. ويجب في 46 من الإبل حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب. نعم. وفي 61 جذعة. وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، لأنها تكون قد أجذعت، أي سقط سنها. نعم، وهي أكبر من الحق. نعم. وفي 76 بنت لبون. إذا بلغت الإبل 76 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون سبق لنا أنها ما تم لها سنتان، فيجب في 76 2 من بنت اللبون. نعم. فإذا زادت عن 120 واحدة، فثلاث بنات لبون. ثم بعد 76 التي يجب فيها بنت لبون ليس فيها شيء حتى تبلغ 201، فإذا بلغت 201 ففيها 3 بنات لبون. يقول: فإذا زادت عن 120، إذا زادت عن 120 واحدة، يعني بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. وبنت اللبون سبق لنا أنها ما تم لها سنتان. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ثم تستقر الفريضة بعد 121، تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون. نعم، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 مثلا ففيها 4 حقاق عن كل 50 حقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. نعم. أما البقر كما سبق أن العرب ليس عندهم في الغالب البقر، وإنما كانت عند أهل اليمن وأهل الأطراف. قصدكم بالعرب أهل باطن الجزيرة؟ الجزيرة. نعم، المقصود بالعرب أهل الجزيرة،
ما كان عندهم، ما كانوا يعرفون تمول البقر، وإنما يتمولون الإبل والغنم، يعني غالب العرب. نعم. غالب العرب كذلك، وبعض العرب يملكون البقر. نعم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بيّن له فريضة البقر، لأنهم أهل أبقار، في كل 30 تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى، والتبيع ما تم له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. نعم. وفي 40 مسنة، وفي 40 من البقر مسنة، وهي ما تم لها سنتان. نعم. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 منها مسنة. نعم. ويجزئ الذكر هنا، يجزئ الذكر هنا كما في البقر، تبيع أو تبيعة. وابن اللبون مكان بنت مخاض، الحالة الثانية مما يجزئ فيه الذكر ابن اللبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض. نعم. وإلا فهي مقدمة. نعم، إذا وجدها تجب عليه، إذا لم يجدها يكفي عنها ابن اللبون، أكبر منها، يكون أكبر منها، لأن بنت اللبون لها سنة، بنت المخاض، بنت المخاض لها سنة، وابن اللبون له سنتان. نعم. وإذا كان النصاب كله ذكورا، الحالة الثالثة ما يجزئ فيه الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، يعني كله من الجمال، أو كله من في الغنم، كله من التيوس أو من الخرفان فيخرج ذكرا، أو كانت البقر كلها من الثيران فيخرج منها الثور المسن أو التبيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاه. لما بين الفريضة في الإبل والفريضة في البقر انتقل إلى الفريضة في الغنم، قال يجب في كل 40 شاة، قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. نعم. وفي 121 شاتان، ثم لا زكاة فيها بعد 40 حتى تبلغ 121، ففيها شاتان، وما بين الفرضين يسمونها الوقص، لا زكاة فيه. نعم. وفي 201، يعني فمثلا في 80 40، في 140 يعني شاة. اي نعم. في كل يعني أول شيء في 40 شاة. نعم. ثم لا زكاة فيما زاد عن 40 حتى يبلغ 121، ففي 80 شاة واحدة. نعم. وفي 100 شاة واحدة، وفي 110 شاة واحدة، من 120 شاة واحدة، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان. نعم. صلى الله عليكم. قال وفي 201 ثلاث شياه، وهذا أكبر نصاب في الغنم، 201 ثلاث شياه، يعني بعد 121 لا زكاة في الزائد حتى يبلغ 201، فينتقل إلى ثلاث شياه. على ثلاث شياه. نعم. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، ففي 300 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه. نعم. قال ثم في كل 100 شاه. نعم. والخلطة تصير تصير، والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة بين المواشي تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، والخلطة على قسمين كما ذكر العلماء، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يعرف كل منهم ما له، وخلطة الأوصاف أن يكون مال كل منهما مشاعا في هذه المواشي غير معين. فالخلطة بنوعيها، خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف،
تصير المالين كالمال الواحد. فلو فرضنا أن شخصا له 39 شاة وشخص له شاة واختلطت وجبت فيها الزكاة 40، صارت 40 شاة ففيها شاة واحد، ويتحمل كل منهما بقدر ملكه، تحمل كل منهما من الشاة بقدر ملكه. فالواحدة ليس فيها زكاة لو انفردت، والعشرين ليس فيها زكاة، والثلاثين ليس فيها زكاة، والتسع والثلاثين ليس فيها زكاة لو انفردت. لكن لما اختلط معها ما يصيرها 40 وجبت فيها الزكاة نظرا للمجموع، ثم هما يترادان بالسوية فيما بينهما. نعم. أي نوع من الخلطة يا شيخ؟ الخلطة لها شروط، خلطة في المراح. نعم. بأن تبيت جميعا. نعم. وتكون أيضا في المحلب، لازم أن يكون محلبها جميعا، وفي المرعى لازم يكون مرعاها جميعا، ترعى جميع في مرعى واحد، ويكون الراعي عليها أيضا واحد. لابد من هذه الشروط، أن تتحد في الراعي وفي المرعى وفي المبيت وفي المحلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب هذا النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو الحبوب، اختلاف أنواعها من البر والشعير والذرة والدخن وكل ما يقتات ويدخر، تجب فيه الزكاة من الحبوب. والثمار جمع ثمرة، وهي التمر والزبيب وسائر ما يدخر ويقتات من الثمار، تجب فيها الزكاة، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. تجب في الحبوب التي تدخر كلها ولو لم تكن مما يقتات، ما دامت أنها تدخر للانتفاع بها فإنها تجب فيها الزكاة، كالأبازير والحبوب الرشاد والحبوب الحلبة وغير ذلك من الحبوب التي لا تتخذ للقوت وإنما تتخذ لأغراض أخرى ما دامت أنها تدخر وينتفع بها. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. وفي كل ثمر يكال، استعمل فيه الكيل، ويدخر للمستقبل. أما الذي لا يكال من الثمار فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يكال لكنه لا يدخر ولا يجفف للمستقبل بل يوكل في الحال كالفواكه، هذا لا زكاة فيه. نعم. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. يعتبر في الحبوب والثمار لوجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهذا سبق في شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. والنصاب هنا في الحبوب والثمار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق. وإذا كان الوسق
60 صاعا وضربت 5 في 60 بلغت 300 صاع، الصاع النبوي، هذا هو نصاب الحبوب والثمار، 300 صاع بالصاع النبوي. نعم. الوسق كم يبلغ من الصوع؟ الوسق 60 صاع. نعم. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. تضم الأنواع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، مثلا عنده من التمر أنواع، لأنه معلوم أن التمر ما ليس نوعا واحدا بل هو أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض لأنه كله تمر، ويزكى إذا بلغ النصاب. وكذلك العنب بأنواعه يضم بعضه إلى بعض، فإذا بلغ النصاب، يضم يعني أنواعه بعضها إلى بعض، فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة. كذلك الشعير أنواع، والحنطة أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض، فإذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، لا جنس إلى آخر. فلا يضم الشعير إلى البر مثلا، لأن الشعير جنس والبر جنس آخر. نعم. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم، يعتبر النصاب مملوكا له، وهذا سبق في باب شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. متى يعتبر الملك في زكاة الحبوب والثمار؟ يعتبر وجوده عند وجوب الزكاة، عند وجوب الزكاة، وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في النخيل. فإذا كان يملكها وقت الوجوب، وهو اشتداد الحب في الزروع وبدو الصلاح في الثمار، فإنها تجب عليه الزكاة. أما لو ملكها بعد وقت الوجوب، لو ملكها بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب بأجرة أو بإلقاط أو غير ذلك، فلا زكاة عليه، لأنه ما ملكها وقت الوجوب، وإنما ملكها بعد وقت الوجوب. نعم. فيبدأ الحول من أول ما ملكها، ما عليه زكاة فيها، إلا أن يحول عليها الحول عنده، ما عليها زكاة، هذه حصلها بعد وجوب الزكاة، إما بأجرة وإما بلقاط أو غير ذلك، فلا زكاة عليه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. أي نعم، هذا الذي ذكرنا، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، جاء إلى حصيده ولقط منها ما تساقط فبلغ نصاب، نقول ما عليك زكاة، لأنه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب أنت لا تملكها. وكذلك إنسان أخذ هذا الحب أو هذا الثمر أجرة له على عمل، كان يحصد بالأجرة أو يجذ النخيل بالأجرة، وأعطوه الأجرة من التمر أو من الزرع، ما عليه زكاة في هذا، لأنه لم يملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون. ولا تجب الزكاة فيما يأخذه الإنسان من المباح الذي يجده في الفلوات، لأن يجمع من الأعشاب أو من الثمار البرية ما يصلح للاستعمال، هذا لا زكاة فيه، لأنه ليس مثل الحبوب والثمار التي تحصد. الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فما يأخذه الإنسان من الفلات مما ينتفع به فإنه مثل الحطب ومثل العشب ومثل، لا زكاة فيه. نعم. كالبطم والزعبل
أنواع من الحبوب والثمار التي ينتفع بها وتستعمل لمصالح الناس. نعم. قال ولو نبت في أرضه، لأنه كلى مثل الكلى فلا زكاة فيه، ولو نبت في أرض يملكها. أحسن. ما هو بلازم أن تكون هذه الأشياء أخذها من الموات، بل حتى ولو نبتت في أرضه، لأنها ليست مما أوجب الله الزكاة فيه، هو الخارج من الأرض بعمل الإنسان وسقيه وزرعه نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، نستودعكم الله. هذه تحية من زميلي بخيت بن خليفة الدوسري في هندسة الصوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.